أعلنت السلطات التركية حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام منذ صباح اليوم في كافة أنحاء البلاد. وأعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تركيا عن الحظر دون إبداء الأسباب أو المدة. وكانت الخلافات تصاعدت بين الرئاسة التركية وشركة ميتا المالكة لموقع فيسبوك وإنستغرام على خلف حذف المنصة منشورات رسمية تركية تعزي في مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، حيث اعتبرت الرئاسة التركية أن منع إنستغرام للمنشورات المتعلقة بهنية دون مبرر هي محاولة واضحة وصريحة للرقابة.